ادي جراج العربيات بتاعنا اهو، نكمل الالعاب. تمام، احنا شفنا الساعات دي خلاص. العربيه الحلوه دي عربيه محمد رمضان. محمد رمضان ميلاد يا شيخ. مش ايه ده، هو عليها صورته؟ لا لا، ده سبايدر مان. لا ده عربيه سبايدر مان نازل لهم من فوق. شفتي اهو محطوطه جنب سبايدر مان، يعني هو عربيته. طب تصدق اهو ادي سبايدر مان بعربيته. شفته برضو، بس مش هدي لعبتين لي وطالب ابدا، يعني واحد ياخد. افرض الولد اجتهد وجاب. لا هقول لك هشوف مين صاحبه اللي بيحبه، هو ياخد سبايدر مان يلعبوا مع بعض، والتاني ياخد عربيته، ويبقى عملنا ايه؟ بس كده وفقناهم، نعمل مشاركه بين الاطفال. وفقنا الطلبات، الطلبه مع بعض. يلا خلاص، انت كنت مستخبيه فين؟ كان اسمها ايه؟ شفتها لولي. توتي 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 اللي كانت على طول معترضه ومتسرعه. جميله بجد الكاركترز دي يا اولاد، بجد بجد رجعوا للفيديوهات القديمه تحفه، وكلها من صوتي، يعني هتنبهروا. المونتاج كله كان تيتشر سمر هي اللي عاملاه. يا ريت تشجيع حلوه بقى كده، وكلمه كويسه، ولايكات وكومنتس كده، يعني يا ريت، يعني ما يبقاش احباط كده. يلا اللعبه دي والله انا مش عارفاها، بس مش اختيار. يا مس خلود اللي قالت دي لعبه صبيان. لا لا لا، انا قلت لقيتها لعبه. طب على فكره، على فكره، لا لا لا، فعلا طلعت بتاعت صبيان. طيب اهو، يعني انا ما غلطتش، جربت واحده اهي، كان في واحده تانية برضو جبتها. هم اكيد هم يفهموا فيها اهي. ايوه مستخبيه هناك اهي. جبتها وجربتها، طلعت بتنور وبتلف على الحديده دي. طب هي حلوه بجد. لا طلعت حلوه جدا. طيب يعني تمام، ما فشلتش اهو. تمام اهو، ادي بقيه الالعاب. وطبعا البيانو الحلو ده هيبقى طبعا للاول وللطلبه المميزين اللي انا بقول لكم عليها، بس ده هخليه مفاجاه كده، باين حته صغيره منه دلوقتي عشان اما اشوف الطلبه اللي هتذاكر، بس مش اي مذاكره. اللعبه دي بقى والعربيه دي عجبتني قوي، واي ثينك ان هي تمشي صبيان وبنات، بس ايه، انا حاسه صبيان اكتر، بس اللون بتاعها جميل وفكرتها حلوه قوي. انا عايزه اقول لكم ان السمر هتتلكك لكم، هتلكك ده. انا يا لهوي، مش عايزه اقول لكم هي مخبيه لكم ايه، بس يا لهوي. او السلام، يا سلام. هي من يعني، وانا جايبه لهم، جايبه لهم الهدايا. عم اياد، اياد حبيب قلبي، الميس بتاعته للمسدسات، يا ميس جايبه لنا اهو. يلا عشان احنا نعمل الاختيار الجزء الثاني. قنابل هناك ومسدسات هنا اهي، يعني هي مرمطتنا كام ساعه في الشارع عشان نجيب. وفي السكوتر ده عجبني قوي. ثانيه واحده اهو السكوتر ده اهو يا ولاد، وكل الالعاب دي شغاله اهو. ده السكوتر ده برضو، ودي بقيه الالعاب بتاعتنا في مجموعات زي كده، وهيقولوا اساميها برضو زي مجموعات الحيوانات والمجموعه الخاصه بالنجار، دي من ضمن الالعاب برضو المتواجده. تمام، في ايه تاني يا ميس ما قلناهوش؟ في زي البنوته الحلوه دي انا صورتها. اللعبه دي يا رب تعجبكم برضو. نحن صح، نحن ندورها. معلش انا فاشله في لعب الصبيان. سبيننج توب اقصد طريقة لعبها كمان. وبكده نكون اتفرجنا على كل الالعاب معاكو، يا رب تعجبكو وتحفزكو ان انتوا تذاكروا بقى مذاكرة، لان انا بصراحة هتلكك. تمام، اظن الرسالة وصلت. اخترع حاجة جديدة، مش بعيد اخترع لكم انجليزي جديد. بصوا، هتلكك على القراية بقى، ومحدش يفهم كلمة هتلكك ان انا عاوزة اخسرهم، لا انا عايزة احفزهم ان هم يذاكروا اكتر ويتشجعوا اكتر، ويعرفوا ان لو نص درجة هتفرق معاهم، لو ثقة في النفس. عشان في طالب يقول لي اشمعنى يا ميس ده خد، لازم اميزه، اللي عنده ثقة في نفسه وبيقرأ اسرع وبينطق احسن لازم اميزه عن اي طالب تاني. دي ما فيهاش زعل، ولا انا غلطانه يا ميس؟ لا طبعا، لازم احسسه طالما بذل مجهود. اصل هو بصوا كده، تعالوا يعني كاننا بنتكلم كده مع بعض، ما هو قرأ احسن ونطق اسرع، اذا ذاكر اكتر. اكيد ذاكر اكتر من زميله واشتغل اكتر على نفسه، فخلاص بقى يعني، فيستاهل انه يتميز. بس لكل مجتهد النصيب. بس فاعتقد برضو ان انتوا هتبقوا موافقين الراي، وكاولياء امور مش عايزه اي حد يزعل، يا ريت سواء من المشتركين معانا او اللي هيشترك اونلاين او اللي هيشجعنا على صفحه الفيس وعلى القناه.
بالتعليقات طبعا الجميلة بإذن الله المسابقة تنال إعجابهم. ياريت يقولوا رأيهم فيها. تمام، وبكده وريتهم كل الألعاب. أتمنى إن هم يتحفزوا معنا والمذاكرة تبقى تمام جدا. وزي ما قلت ما تنسوش الناس اللي مش متواجدة معنا برايفت يقدروا يشاركوا معنا أونلاين، وهفهمهم التفاصيل كلها لما هفتح اللايف على صفحة الفيس، أو أعمل لهم فيديو بقى للناس اللي خاص اللي خارج المكان أو مش مشتركين معنا وإزاي يشتركوا أونلاين. تمام، يا رب تكون الألعاب دي عجبتكم. المسابقة هعلن لكم إمتى بالظبط، يعني بعد أسبوع زي ما قلت لكم كده عشان الاولاد يكونوا خدوا حصيله معينه. نهتم بالقرايه الاولاد، ونهتم بالصوتيات، نهتم بالنطق السريع، ونبقى في ثقه في نفسنا. نمسك الكتاب كده في الوحدتين مثلا اللي خدناهم الترم ده ونقعد نقرا بقى كتير واحنا قاعدين في البيت. تمام، يا رب الحاجه تعجبكم. وتفاصيل المسابقه زي ما قلت لكم هتصور فيديو وهنزل جزء منها برده على الصفحه وعلى القناه. تمام، طلبه هتبقى معانا وهتبقوا شايفين كل حاجه فيديوز. يا رب تعجبكم. وبكده نكون خلصنا الفيديوز بتاعتنا. ما ننساش اللايك واشتراك القناة، وياريت تحفزونا بكلام كويس ورأيكم، لان انت برضو في المسابقة دي مش مجرد طلبة كده يكونوا بيتكلموا، لا اللي في البيت كمان تصدقوني بجد يستفادوا جدا ويتحمسوا. ويا سلام لو طالب قاعد من نفس سنه ويشوف زميله هو نفس المرحلة بتاعته وبينطق وبيتكلم ازاي، يعني انت نفسك هتفرحي وهتبقى تتمني ان ابنك يبقى في المستويات دي. فياريت تخلي اطفالنا بفيديوهات المسابقه بالذات يتفرجوا عليها، لان الاولاد هتبقى قدامهم مشغلين والاولاد هتطلع معايا في الفيديوز ويتفرجوا عليهم ويشوفوهم وبيجاوبوا على كل الاسئله. يا رب يكون الحاجات عجبتكم. ما ننساش اللايك واشتراك القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وياريت برضو نعمل مشاركات للينك على اكتر جروبات انتم مشتركين فيها. ميرسي جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.